سؤال، المغرب أقرب ولا متحف الإنسان؟ أنت لما ظهرت في فرنسا متحف الإنسان ما كان قريب منك؟ كنت روح زوره، كنت روح زوره وكحل عيونك ب 18 ألف جمجمة لشهداك. آخ يا عبد القادر الجزائري، لو تشوف الأشكال هاي اللي موجودة بالجزائر. بعدين ليش تسبني؟ أنا السب العرض والأخت والأم. أنا أعبر عن رأيي، أنا أحب المغرب وأكرهك أنت. أنت دعمت طاغية ذبح شعبه، تدعمه وانت وتحبه كذا، فبدي اقف ضدك. بس انا ما سبيتك، لا سبيت بعرضه ولا سبيت باي شيء، ولا راح اسب. بعدين الحساب بتفوت عليه تاخذونه وترجعونه، شو المسخره هاي؟ تحاول تبرز لي عضلاتك انك فيك تاخذ الحساب؟ حساب موثق بايميل باسم وبرقم هاتف، تاخذه 5 دقائق يرجع. اشعار واحد انتبه عليه يجيني الاشعار الثاني الغي لك اياه. تفرفر ترسل رسائل للعالم، هاي خسه وانا ذاله يا تافه. العداوه بين الجزائر والمغرب، أو بالأحرى الجزائر تعادي المغرب، ليست الجزائر من تعادي المغرب وإنما فرنسا من تعادي المغرب. كلام سمعته من شخص عن جد يعني تمعنت فيه. أعداء الأمس هم أصدقاء اليوم ضد الأخوة والجيران. يعني الأول أنه الجزائري يكون صديق للمغربي وأخو للمغرب وسند له، ما يثير فتنة، ما يحرك مواطن التفرقة. لكن سبحان الله تابع لفرنسا اللي هو على أساس قتلت منه مليون. وين حق المليون شهيد الذين قتلوا؟ هذا جزاك اليوم انه تصير تابع للعدو نفسه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الشعب الجزائري شعب مسكين مغلوب على امره، لكن حكومتهم حكومه واطيه، وكل من ينجر وراها. ولا احد يقول لي ليش تكره الجزائر؟ انا ما اكره الجزائر، اكره حكومه الجزائر اللي ساندت المجرم بشار، واللي شلفت السوريين، اكثر من 200 شخص سوريين بالصحراء، وراحت المغرب جابتهم من الصحراء.